السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قطعة من القماش هنعمل بيها حاجة كده للعيد. كل سنة وانتم طيبين وبخير. نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. ما من بنوتة تتولد الا وتقول لك عايزة شنطة، يبقى عندها سنتين ثلاثة يا دوبك بتعرف تتكلم وتقول لك انا عايزة شنطة. ما تكتفيش انك تجيبي لها الفستان، لا عايزة شنطة. طيب هنعمل النهاردة شنطة بسيطة عشان تقدر كل ام في البيت تعملها وتفرح بنتها وما نشتريش. ده حتى الشنطة الصغيرة اللي هي يعني بنلاقي حتة قماشة صغيرة تبص تلاقي يقول لك 25 و35 و45 وكلام كده كتير. تمام، انا هطبق كده جزء القماش اللي انا عايزاه، مش محتاجة غير اني اشوف القماش اللي انا محتاجاه في البيت واعملها. تمام، طيب انا هاخد كده ايه، هساوي القماش بتاعي، اطلع منه مربع. المربع هو اللي عملناه. اي حاجه موجوده عندك يا رب طرحه مش محتاجاها هتقدري تأدي بيها الغرض وتفرحي البنوته وما تكلفيش نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كفايه الالتزامات وكفايه الحاجات اللي بنعملها كلها، والله يكون في عون الناس يعني. تمام كده خلاص، ممكن تعمليها 20 في 20 اهي، على قد سوسته عاديه، سوسته بنص جنيه ولا 75 قرش وخلاص، او ممكن تطلعيها من بنطلون قديم. يعني هتعملي شنطه وانت في البيت لا يمين ولا شمال اهو، وشنطه ايه من عمايل ايدين ماما، يعني من ايدين ماما حاجه كده ليها قيمتها كده وجمالها لوحدها يعني. تمام، هنا بقيه القماشه اهي، طلع منها احزاب. طيب اهو الحزام، هقول لكم طوله قد ايه والعرض قد ايه. بصوا بقى كده، هنا الطول 40 سنتي، 1 سنتي الخيط، يعني حوالي 41 سنتي. تمام، طيب وهنا 10 سنتي. مش ملتزمة بأرقام، اعملي اللي تشوفيه مناسب. تمام، قطعتين اهم عشان يبقوا حزامين. تمام، ومش بس هنعمل الحزامات، لا كمان دي ايد الشنطة، مش هنعمل ايدين الشنطة وبس ولا الشنطة وبس، لا ده احنا هنعمل التوك كمان عشان البنوتة تفرح وتبقى مميزة وكل حاجتها موجودة وجميلة ومن ايدين ماما. تمام، طيب انا بفرد اول قطعة كده وباخد السوستة دي، شنطة بسيطة عشان اي ام تعملها، والله بتتباع بره غالية انا شفتها. تمام اهو، وبخيط طرف السوسته كده، حتى لو على ايدك انت مش محتاجه مكنه عشان تفرحي بنتك، مش محتاجه مكنه عشان تعجزي نفسك. قومي اتحركي واعمليها، ومستنيه تطبيقك على جروبنا على الفيسبوك خياطه وتدبير واعاده تدوير. هركب السوسته وانا قافلاها عشان تبقى مظبوطه معايا. ابره وخيط تعمليها في 10 دقايق وانت قاعده. عايزاها ناشفه حطي لها ورق فازلين حتة مشمع من البيت، يعني حتة مشمع كده من اللي بنفرشه مع الترابيزة هتبقى ناشفة وجميلة. باخد الجزء التاني، نفس المكان، متكلفيش نفسك، انت اولى بكل قرش في الحاجات اللي تقدري تعمليها ما تشتريهاش. توك اقدر اعملها، ليه اروح اجيب شويه توك، حبه توك صغيرين كده يروحوا مكلفيني 100 جنيه ولا 150 جنيه حصلت يا جماعه والله. شوفوا شوفوا دلوقتي الناس بتستغل الموسم عشان تثقل كاهل الاخرين. بصوا بسيطه وحاجات بسيطه، شيلي طوق وشويه توك اساتك يروح قايل لك 50 جنيه، 50 جنيه ليه؟ عايزه تشتري اشتري، مش عايزه انت حر. طب ليه يعني حد يتحكم فينا اهو؟ بس هنا عايزاها تاخديها بدوران، خديها، عايزاها زي ما هي كده زي ما انت عايزه. خلي بالك زمان ما كانش فيه مكان، يعني ملناش حجه، كل حاجه بتتعمل. كده خلاص خيطتها اهو، باخد الجزء ده كده مثلث اهو زي ما هي اهي، واروح واخده الجزء ده كده مثلث واروح مخيطاه. ما تقصيهاش عشان ما تنسلش منك، لو القماش بينسل يعني فيش جهه تقصيها هي مش هتأذي في حاجه. اهي يا جماعه بسيطه اهي، شايفين شكلها وجمالها اهي.
تمام. هنعمل لها دراعين، بخيط دراع بالشكل ده، تمديد اهو بالدبوس. لو انا عملت الشنطة دي بالليل وهي نايمة، وعملت لها توكتين تلاتة كده، وعملت لها كمامة حطيتهم لها جوه الشنطة وسبتها لها كده، اول ما تصحى لكي ان تتخيلي ردة الفعل والانبهار اللي هي هتشعر بيهم، وقد ايه هتساعديها احسن وافضل من ان انتي تبقي متضايقة او مخنوقة او مش عارفة تجيبي، او بتجيبي وانتي متضررة. يعني شوفوا كلفني قد ايه، شوفوا انا عملت قد ايه، يا رب تقدروا، يا رب بلاش جاي، مفيش جاي من الكلام ده، خلي الامور الطف واحسن من كده. انا بقول لكم على حاجات بتتكتب على طول عندنا على الفيسبوك، فانا ايه عشان كده عملت لكم الفيديو ده. طبعا عملت شنط قبل كده بورق فازلين وبطانه، فاحنا النهارده بنسهل على ربة المنزل اللي ملهاش خبره في الخياطه اهو بالشكل ده كده، تمام. عايزه تخيطيها مش عايزه، خلاص هي كده حلوه. باجي هنا واروح، المهم في النقطه دي بس يعني حاجات بسيطه، لو انا خدت 3 اصابع من هنا هسيب 3 اصابع من هنا، لو انا سبت 3 اصابع هنا هسيب 3 اصابع هنا، بس انا مش هتعبك في حاجه تاني اهو. هيجي عليها عشان تبقى متينه اهي، شايفين كده؟ طيب الناحية التانية نفس الحكاية، في نفس اتجاه المسافة بالظبط، يعني أنا بعملها في نفس اتجاه المسافة بالظبط أهو هنا. أهو هنا عندي شريط استرس، لو عندك أي حاجة بصي في بلوزة فاصل كده زرار حلو اي حاجه زيني بيها، قلنا مش هنخرجك من البيت، مش هنكلفك حاجه، يبقى مش هنكلفك حاجه، اي حاجه. ورده موجوده عندك مش محتاجاها، شريط لولي زي ده مش محتاجاه، تمام. اي حاجه، شوفوا دي ورده بلاستيك من فازه اهي، برده هتدي شكل اي حاجه، تمام. مع رساله جميله كده واحطها في الشنطه، هتبقى احلى عيد ان شاء الله، وربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. بثبت بس الجزء ده كده اهو، بعدين ابتدي كده بشويش جدا، يا رب يقر عين كل ام في هذه الايام المفترجه يا رب، اللهم امين. اعملي الشنطه دي ديها لبنت اختك، لبنت اخوكي، ربنا يرزقك، اللهم امين يا رب العالمين اهو. بثبت انا اهي الشنطة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، اللي جواها ايه؟ اللي جواها قطع القماش اللي هنعملها توك، وهنعملها كمامة للبنوتة اهو زي ما حضراتكم شايفين، بسيطة وسهلة وتقدر كل ام تنفذها، ومن غير ما تكلفها لا فلوس ولا خروج ولا اي حاجة. اتمنى تكون نالت على رضاكم، متنسوش اللايك والشير، بشكركم جدا جدا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنطة العيد للبنوتة، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. دي شنطة بسيطة جدا جدا، الهدف منها ان كل ربة منزل كل ام تقدر تعملها ببساطة وسهولة، تحط فيها توكتين وكمامة للبنوتة، حاجة كده من ايديك وتفرحها وتبقى مفاجأة جميلة، وكمان يا ريت لو رسالة حلوة من ماما هتبقى احلى هدية ان شاء الله. الهدف ما نكلفكيش، ما تشتريش حاجات تقدري تعمليها في البيت، حتى لو ما عندكيش مكنة ممكن تعمليها على ايدك بإبرة وخيط. اتمنى الفيديو نال على رضاكم، هسيب لكم رابط الفيديو اعلى البوست، وكل سنة وكل بنوتة وكل ام بخير يا رب العالمين، واللهم ارزق كل مشتاق، اللهم امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.